السلام عليكم. قرية دموة، مركز ديكرنس، الدقهلية، الست أمينة، 67 سنة، اللي ماتت بهبوط حاد في الدورة الدموية. محدش اكتشف موتها إلا بعده ب5 أو ب6 أيام، بعد ما الجيران شموا ريحة عفنة في المكان، كلاكيت 1 مليون أو 2 مليون أو 3 مليون مرة. هي مش ذنبها إن هي ما اتجوزتش، كانت عذراء. الست أمينة صاحبة 67 سنة، بنت قرية دموة ديكرنس الدقهلية، عايشة وحدها في البيت، إخواتها عايشين، أهلها عايشين، ولكن هي عايشة لوحدها، ما اتجوزتش زي ما قلنا. مش ذنبها، ربنا كتب لها إن هي تعيش وحدها في الدنيا. اللهم لا اعتراض. الاعتراض هنا على شيء معين، ألا وهو قسوة القلب والجبروت بتاع الإنسان. إن محدش من أهلها يسأل عليها طول الفترة دي 5 أو 6 أيام. تعالوا بس كده نحسبها مع بعضنا، إحنا ما سألناش على أهلنا، على خالتك أو عمتك أو على بنت خالتك الكبيرة أو بنت عمتك الكبيرة أو على ولاد خلانك أو عمامك مدة قد إيه، وبعد كده نتكلم في الموضوع ده. الكلام ليا قبل الكلام ما يكون ليكو. إحنا ما بنسألش على بعضنا، مع أن ربنا سبحانه وتعالى أوصانا بزيارة الأقارب والبر، كل الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى أوصانا بيها، ولكن سبحان الله إحنا بنلتزم كل حاجة بالقواعد الدنيوية، ولكن القواعد الدينية إحنا عارفينها بس ما بنلتزمش بيها. الكلام ليا قبل الكلام ما يكون ليكم. الأهالي نزلوا طالعين، ينزلوا يطلعوا. هي ساكنة في الدور الخامس في منطقة دموة، قرية دموة، مركز ديكرنس في الدور الخامس، مكان عشوائي، مكان عشوائيات. الناس تنزل تطلع، بيشموا ريحة عفنة في المكان، لغاية لما راحوا بلغوا ضباط الشرطة والاسم المتواجد المنوط بيهم في المنطقة دي، قالوا له احنا بنشم دايما ريحة عفنة في المكان ده. ضابط المباحث راح وضابط النقطة راح، لقى اقرب مكان تطلع منه الريحة العفنة دي بيت الست أمينة اللي هي عايشة لوحدها. كسروا البيبان على طول، ولكن قبل ما يكسروا البيبان بلغوا اهلها، اخواتها وقرايبها، قالوا لهم احنا هنكسر الباب عشان شمين ريحه عفنه في المكان. قالوا لهم اكسروا البيبان واحنا جايين وراكوا على طول، كتر خيركم ان انتوا جايين دلوقتي. ظابط النقطه على طول دخل كسر فعلا الباب، لقى حاله تحلل كامله للست امينه صاحبه 67 سنه، مفيش شبهه جنائيه. لقوها واقعه على وشها في الصاله اللي هي قاعده فيها او اللي هي كانت ماشيه فيها، مسجاع على بطنها، حالة تحلل كامل، مفيش شبهة جنائية، البيبان كلها مقفولة والشبابيك، كل حاجة متواجدة زي ما هي. هي الفكرة كلها الجريمة ممكن تتوزع على كذا مكان. واحد، المجتمع اللي احنا فيه اللي احنا بنسألش على الناس دي. رقم اتنين، اهلها اقرب ناس ليها اللي هم اخواتها، اهلها الاقرب اللي هم ولاد خالتها او ولاد عمامها، كلهم متحجرين القلوب. هنقول ان الدنيا بتاخد، ولكن ما بتاخدش للدرجة دي. حسبي الله ونعم الوكيل. في كل واحد ما بيسألش على امه المسنة، ما بيسألش على ابوه المسن، اللي هو بيحصل نفس الموضوع ده في اكتر من حالة، ولكن البلد الجديدة اللي زودنا عليها دلوقتي هي ديكرنس في الدقهلية. رحمة الله على الست امينة، ان شاء الله تكون اتعملت لها جنازة تليق بيها كواحدة مسنة، وانا متأكد ان الحكومة والشرطة ما سابوهاش في حاجة زي كده، لان الناس دي او الحكومة في الوقت ده هم اللي بيبقوا قلبهم على المواطنين اكتر من قرايبها بألف مرة. ياريت اللي بيعمل حاجات زي كده يفرمل شوية، يشد اللجام على حصانه شوية، ويروح يسأل على اهله، يسأل على امه المسنة اللي عايشة وحدها، يسأل على ابوه المسن اللي عايش لوحده. رحمة الله على الست أمينة صاحبة 67 سنة اللي توفت وتعفنت ومحدش يعرف عليها أي حاجة. السلام عليكم.